قال والله بالجميع، معكم الوجيه. اهلا وسهلا عزيز الوجيه. ايش الغيبه هذه؟ ايش الغيبه الطويله هذه؟ اخر مره نزلت لك فيديو قبل سنه. يوه يا وجيه لو ما تبطل السماجة هذه صدقني شتلقم ديسلايك. اقول لك حاجة، القم ديسلايك. لازم يا جماعة، النكتة هذه لازم نستهلكها، هي مستهلكة ومحلوبة بس برضو لازم نستهلكها. فلا يا اخي، اخر مرة شفتك قبل سنة يعني قبل ساعة حركات. عموما يا جماعة كل عام وانتم بخير، واتمنى لكم من كل قلبي عام جديد مليان انجازات، مليان سعادة، مليان تفاصيل وقصص تحكوها باذن الله في المستقبل. سنة 2022 يا جماعة كانت سنة صعبة بالنسبة لي للامانة، ومرة غريبة. اتوقع انها اصعب سنة مرت علي في حياتي هي سنة 2022. واجهت فيها صراحة صعوبات وتحديات مرة كثيرة، مش في صناعة المحتوى، في حياتي الشخصية يعني. ولكن ولله الحمد، ولله الحمد يا جماعة، لكل شيء نهاية. الحزن مهما يطول ينتهي، والسعادة مهما تدوم لابد يكون فيها مطبات، يعني ما هي دائمة. والحمد لله على كل حال مشت الأمور، والحياة صارت أفضل وزانت، وإن شاء الله سنة 2023 تكون يعني سنة أفضل ونظبط الأمور فيها. عموما يا جماعة ما نجي أطول عليكم، حبيت أسلم عليكم في بداية الفيديو وأدعي لكم ولي بالتوفيق والأخبار الحلوة في السنة الجديدة. وصدقوني يا جماعة أنا فخور جدا فيكم وبكل شيء قاعدين تقدمونه، كل كلمة جميلة، كل دعم، كل نشر، كل شيء بسيط أو كبير قدمتوا لي إياه أو للقناة. أوعدكم إنه ما راح يكون شيء قابل للنسيان أبداً حقيقة يا جماعة. شكراً لكم. طيب يا جماعة الآن خلونا ننتقل لأخبار هوليوود في السنة الجديدة، ونشوف ويش مهببين صناع السينما والتلفزيون والممثلين والممثلات والمخرجين والمخرجات والكتاب وكل شيء له علاقة في أي صناعة الصور المتحركة. فاشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة الألعاب كلها في صندوق الوصف. ولو أعجبك الفيديو وحاب تدعم القناة مع السنة الجديدة، زر اللايك يا عزيزي الوجيه، أفضل شيء ممكن تسوي فيه تدعم فيها القناة. اوكي يا جماعة، نفتتح اولى اخبار السنة الجديدة بهذا الخبر العجيب والغريب والغير مبرر الى هذه اللحظة، او على الاقل الى تاريخ صدور هذا الفيديو. تخيلوا يا جماعة انه نتفليكس عملت مسلسل 1899، واللي كتبوه هم نفس كتاب مسلسل دارك الالماني. ولو فاكرين يا جماعة قبل فترة من الفترات، وفي واحد من الفيديوهات السابقة اللي نزلتها في سلسلة اخبار هوليوود، قلت لكم انه في كاتبة برازيلية او كاتبة كوميك او كتب مصورة اتهمت نتفليكس والكتاب انهم سرقوا فكرتها وحولوها الى مسلسل 1899. عموما المسلسل نزل، أو الموسم الأول منه نزل، وكان مسلسل جدا جميل، لطيف، رائع، ممتع، شيق، غامق، كل التفاصيل الجميلة للأمانة كانت موجودة في هذا المسلسل. أوكي زعلتني فكرة إنه المسلسل ممكن يكون مسروق ولا لا، ولكن هذه مي مشكلتنا يا جماعة. نتفليكس يا حبيبي قررت إنها تلغي مسلسل 1899 بالرغم من إنه كان عندهم خطة لموسم ثاني وموسم ثالث لهذا المسلسل. كنسلوه نهائيا for no reason إلى الآن، ما قالوا أي سبب. طيب يا ولد الموسم الأول ناجح وله جمهور وجاب مشاهدات وجاب تقييمات كويسة، إيش فيه؟ آها هنا نقدر نطلع بتصور عن إيش ممكن يكون صاير. انا اتوقع والله اعلم انه ممكن مشكلة الكاتبة، او انه الكاتبة هذه قدرت تثبت بطريقة ما، او انها بدأت تبحبش وتسعى في الموضوع وتثبت انه مسلسل 1899 مسروق من الكوميك تبعها، ونتفليكس ربما ايش بدأت تاخذ بعض الاجراءات وقالت يا ابويا كنسل الليلة لا ندخل في مشاكل اكبر. او انه ممكن يكون في سبب ثاني، والكاتبة ذي البرازيلية ضعيفة الله ما حد درى عنها، ونتفليكس كذا عندها قرار ثاني وقالت يا ابويا كنسل وعندنا اسباب خاصة. ايا كان يا جماعة، اللي بقول لكم انه الخبر هذا صدم عيشة ام الشعب في السوشيال ميديا، وتقريبا حديث الساعة في آخر 24 ساعة كله عن هذا المسلسل، أو على الأقل في مجتمع الناس اللي يتابعون المسلسلات والأفلام. مسلسل ممتاز، جميل، ممتع وشيق، وفي النهاية تكنسل. غريبة والله، بالذات انه نتفليكس ما تحب تكنسل مسلسلات كثير. المسلسلات البيض المعفنة اللي ما حد يتابعها قاعدة تحلبها، فما بالكم في مسلسل ناجح؟ اكيد فيه سبب. ايش هو السبب؟ راح نكتشف في المستقبل. فيلم بلاك بانثر يا جماعة واكاندا فور ايفر، وفي حال انه ما جاتك فرصة تتابعه في صالات السينما، او انه مدينتك ما فيها سينما، احب اقول لك انه النسخة الرقمية قريبا راح تتوفر على منصة ديزني بلس، وبرضو على المنصات الرقمية الثانية او النسخ الرقمية بشكل عام. والمفروض فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر كان ممكن ينزل خلال الشهر هذا، او كان المفترض انه ينزل خلال الشهر هذا، ولكن صارت كذا مشكلة وقالوا لا دفوا كمان شهر. وعلى طاري بلاك بانثر، انتشرت بعض الاخبار يا جماعة تقول انه كان من المفروض في هذا الفيلم بالتحديد بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، او الجزء الثاني من بلاك بانثر، كان مفروض يكون عندنا اثنين بلاك بانثر، ذكر وانثى، يب شخصيتين بلاك بانثر في فيلم واحد. ويفترض انه هذا الشيء اصلا ما هو شيء مستحدث، الشيء هذا موجود في الكوميك، سبق وحصل في الكوميك وصار في اثنين بلاك بانثر، اللي هو بلاك بانثر الاصلي واخته. ولكن اعتقد انه حال بينهم وبين هذه الفكره وفاه الممثل الراحل
تشادويك بوزمان. وفي خبر صادم يا جماعة، الممثل جيرمي رانر والمعروف بأدائه لشخصية هوكاي في عالم مارفل وشخصيات ثانية في أفلام ثانية، للأسف يا جماعة الآدمي في يوم من الأيام أو في الفترة الماضية كان يمشي في أمان الله وسط الثلوج وحصلت له حادثة ودهست رجله كاسحة ثلوج أو حفارة ثلوج أو مزيلة ثلوج، السيارة ذي اللي بتشيل الثلوج، دهست رجله وصار له نزيف جدا جدا حاد ومؤلم وصعب، بل إنه خسر كمية هائلة من الدماء للأسف، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة مباشرة. بعض الأخبار يا جماعة قالت إنه في احتمالية إنه الممثل جيرمي رانر يموت من قوة الدماء اللي خسرها بسبب هذه الحادثة، لكن ولله الحمد إنه بعض الأخبار مؤخرا قالت أوكي إنه حالته حرجة أي نعم، ولكن وضعه صار مستقر، ولعلنا نسمع أخبار إيجابية بإذن الله في المستقبل لهذا الممثل. الغريب إيش؟ إنه لاحقا الشرطة لما باشرت إلى موقع الحادثة ما صنفت الحادثة هذه على إنها حادثة مرورية أو حادثة سير أو أيا كان، بل صنفوها على إنها حادثة أو موقع جريمة عفوا، بسبب إيش؟ بسبب الأمور المتعلقة بالسلامة والوقاية من هذا الكلام. أيا كان اللي حصل للممثل هذا، نتمنى له يقوم بالسلامة إن شاء الله وقدامه العافية بمشيئة الله. وفيلم أفاتار الجزء الثاني أو أفاتار The Way of Water، واللي صار له حوالي شهر تقريبا من يوم نزل في صالات السينما أو بالتحديد 3 أسابيع، أحب أقول لكم يا جماعة إنه كسر حاجز المليار دولار أمريكي، بل أكثر، لا معليش بل أكثر كمان، بطل حركاتك يا وجيه وقول الرقم واضح، كم جاب يا وجيه؟ أوكي 1,400,000,000 دولار في 3 أسابيع. دايم يا جيمس كاميرون غالبا راح يتصدر في التوب في أعلى الأفلام تحقيقا للأرباح على مدار التاريخ، وممكن يوصل المركز الأول ويطرح نفسه بدل الجزء الأول وكذا، وممكن يوصل المركز الثاني الله أعلم، بس إنه فيلم أفاتار الجزء الثاني قاعد يجيب فلوس بشكل مجنون يا ساتر، ما شاء الله تبارك الله. دقيقة قبل ما نروح للخبر اللي بعده، بما أننا تكلمنا عن أفاتار، الجزء الأول لأفاتار يا جماعة لو فاكرين كانت تدور أحداثه في الأدغال أو في غابات كوكب بندورة، حلو. الجزء الثاني الأفاتار وين كان؟ كان في المحيطات أو البحار أو في البيئة والتضاريس المائية. هيا اسمع مني، ومثل ما توقعت في مراجعتي للفيلم اللي نزلتها في القناة قبل فترة، الجزء الثالث لأفاتار بيكون في بيئة وتضاريس مختلفة برضو. كل جزء غالبا راح يقدم لنا فيه جيمس كاميرون تضاريس جديدة ومناطق جديدة نستكشفها في كوكب بندورة. الجزء الثالث بيكون في بيئة شبه بركانية أو في بيئة حارة، يعني فيها كذا لافا أو حمم بركانية وممكن نيران. وراح قدم لنا في الجزء الثالث جيمس كاميرون شعب جديد داخل كوكب بندورة اسمهم The People of Ash أو شعب الرماد. طيب الجزء الرابع يا وجيه، الجزء الرابع إلى الآن الله أعلم ما في معلومات كثيرة عنه، ولكن غالبا ممكن وبنسبة كبيرة راح نستكشف تضاريس جديدة على كوكب بندورة، ممكن جليد ممكن صحراء الله أعلم، ولكن الأكيد أنه في الجزء الخامس من سلسلة أفلام أفاتار راح يتم تخصيص جزء كبير من الفيلم لزيارة كوكب الأرض ووضع كوكب الأرض في عالم أفاتار. طيب السادس والسابع يا وجيه، هيا عاد أنتوا كمان يا وش دراني أنا، مرة بعيد لسه بدري واصبروا شوية كمان، بس هذا اللي قادرين نجيبه يعني. وبمناسبة انتهاء سنة 2022 يا جماعة بخير وسلامة، تم الإعلان انه أكثر مسلسل تم قرصنته، دقيقة قبل ما أقول لكم خمنوا معايا إيش تتوقعوا المسلسل الأكثر قرصنة أو أكثر مسلسل تم قرصنته في سنة 2022؟ خمنت سجلت تخمينك كده على جنب علشان تشوف إجابتك صح ولا خطأ. أحب أقول لك عزيزي الوجيه إنه المسلسل الأكثر قرصنة في عام 2022 هو مسلسل آل التنين أو هاوس أوف ذا دراجون، أكثر مسلسل تم قرصنته غير الحلقة اللي تسربت. وصراحة يا جماعة ما هو شيء جديد على عالم جورج آر مارتن، يحطم أرقام قياسية في كل شيء كذا، مسلسلاته Game of Thrones كان يصير له نفس الشيء، وهاوس أوف ذا دراجون قاعد يصير له نفس الشيء، تقييمات عالية مشاهدات عالية وكمان قرصنة عالية وتسريبات عالية. ولعلمكم الأشياء هذه ممكن تكون سلبية أي نعم، ولكنها في نفس الوقت ترى مؤشر نجاح المسلسل أو الفيلم اللي يتم قرصنته بشكل كبير، معناته إنه عمل ناجح جدا والكل يبغى يشوفه. وعلى طاري جورج آر مارتن، يقول جورج آر مارتن يا جماعة إنه تابع مسلسل اللوتس الأبيض أو The White Lotus، وبعد ما شاف الموسم الثاني بالتحديد من هذا المسلسل قال كذا مسكت معاه، أبغى أروح أزور صقلية، أبغى أخذ إجازة وتكي في مدينة صقلية. ولكنه تذكر حاجة مهمة قبل ما يروح يسافر إلى صقلية، اتذكر وعده الكبير والمهم اللي أعطاه الجمهوره، وهو إنه ينهي رواية رياح الشتاء، وإذا أنهاها على خير إن شاء الله بيروح صقلية. كلنا نبغى نروح صقلية يا عمو جورج آر مارتن، مش بس أنت، أصبر علينا كمان. والمخرج رايان جونسون كاتب ومخرج فيلم نايفز أوت الأول والثاني، صرح يا جماعة إنه تم البدء في كتابة الجزء الثالث من سلسلة أفلام نايفز أوت،
وصرح كمان انه هو والممثل دانيال كريغ عندهم فكرة كذا يشوفون انها فكرة جيدة، وهي انهم يجيبوا واحدة من شخصيات او مجموعة من شخصيات ذا موبتس او الدمى الشهيرة هذيك ويخلوها تشارك في الجزء الثالث او في اي جزء من الاجزاء القادمة. اكيد يمزحون يا وجيه صح؟ الله يمدي، بس غالبا يمزحون اكيد. ايش بيجيب ذا موبتس في عالم نايفز اوت؟ شكلهم كانوا يسولفوا كذا وشربانين شوية وقاموا يستهبلوا. وفي تنبيش عميق لعائلة الممثل بنديكت كامبرباتش، من المتوقع يا جماعة انه عائلة كامبرباتش تدفع تعويض كبير جدا او غرامة معينة على اثر امتلاكهم لمزارع عبيد في زمن مضى، زمان مرة زمان. عائلة كامبرباتش كانوا يملكون مزرعة عبيد ويتاجرون بالعبيد. الكلام هذا ممكن ذكرته في فيديو قصة الممثل بنديكت كامبرباتش، لانه اسرته اصلا غنية واستقراطية وعندهم جذور كذا سياسية كثيرة قديمة. عموما ما في اي تفاصيل كثيرة عن هذا الخبر، لكن يبدو انه اسرة واسلاف بنديكت كامبرباتش عندهم ماضي وتاريخ اسود مع العبيد وامتلاكهم والمتاجرة فيهم. ولا اعتقد انه هذا الكلام ممكن يشمل بنديكت كامبرباتش، لانه ولد في زمن مختلف وعنده افكار تماما مختلفة عن عائلته وعن اسلافه. ولكن اللي بقوله لكم انه الخبر هذا عمل ضجة والجهات الاعلامية بدأت تنبش فيه بشكل جدا كبير. يحبون الفضائح، يحبون الاعلام يموت في الفضائح، يحبون الفضائح. وذكرت بعض المصادر يا جماعة انه راح يكون فيه جزء ثاني من فيلم الانيميشن القديم جدا Chicken Run. يا الله يا جماعة الخبر هذا جاب لي الهم، لانه الفيلم هذا فيلم Chicken Run اصلا كان مسبب لي رعب وانا صغير. مش بس الفيلم لحاله، حتى اللعبة، كان في لعبة كنا نلعبها على بلايستيشن 1 اسمها Chicken Run، عم اخوذة من نفس الفيلم. يقلع ام الرعب اللي سببت لي اياه هذه اللعبة وانا صغير، كمية الكآبة والرعب اللي ارتبطت في دماغي بسبب هذا الفيلم وهذا اللعبة ما اقدر انساها. كذا مزروعة بطريقة غبية في مخي او في عقلي الباطن او في عقلي اللاواعي. انا مستغرب كيف سمحوا لي اهلي اني اتابع هذا الفيلم المرعب وانا صغير، لو كمان يخلوني العب اللعبة على بلاي ستيشن 1. الى يومكم هذا هروب الدجاج من هذيك المزرعة ما انساه، يا ساتر يا فيلم الرعب. انا متأكد لو تابعته الحين بقول ايش اللي كان يخوف يعني، بس اكيد اكيد وقتها كنت طفل، كنت حرفيا طفل في البدايه اتوقع، والله ماني فاكر كم بس كنت مره صغير. عموما يا جماعه الجزء الثاني من سلسله افلام او من فيلم Chicken Run راح ينزل هذه السنه 2023، وراح يكون من انتاج منصه نتفليكس. ومنتجين مسلسل The Witcher Blood Origin المشتق من عالم The Witcher واللي فشل ذريع على جميع المقاييس والأصعدة، قالوا انه راح يكون في مسلسلات ثانية مشتقة من عالم The Witcher برضو. شوف يا عزيزي نتفليكس، شوف يا عزيزي المنتج، انك تشتق مسلسل من رواية مشهورة مش غلط، بالعكس حاجة كويس، بس الغلط انك تجيب ام العيد فيه وتكتبه بطريقة غلط وتوظف فيه ناس سبايك وبعدين تقول اوه ما عليه بنسوي مسلسل ثاني وما بنجيب العيد، وتروح تجيب العيد فيه مرة ثالثة. لا كذا غلط. بعدين يا وجيه ترى تعبنا واحنا نقول لك نتفليكس يا وجيه نتفليكس، وش متوقع؟ صح صح ما اقدر، صح كلام صحيح. انا ليش متوقع؟ انا راح يكون في فيلم وثائقي بيصدر على منصه ديزني بلس خاص للنجم الكبير والكاتب والمؤلف والمبتكر ستانلي، وغالبا راح يتطرق الفيلم لحياه وقصص هذا النجم الكبير في صناعه الكوميك وكتابه اهم واشهر الشخصيات في عالم القصص المصوره، وكيف تم تحويلها لاحقا الى انيميشن ومنها الى افلام حقيقيه. صراحه يستاهل ستانلي، وانا اتوقع انه بيكون يعني في اشياء جدا مثيره للاهتمام في هذا الفيلم الوثائقي. عموما الفيلم راح يصدر هذه السنة سنة 2023 على منصة ديزني بلس. وبس والله يا جماعة مفيش أخبار كثيرة هذا الأسبوع، لأنه الناس كذا جالسين يستعدوا للسنة الجديدة وكريسماس عارفين والخرابيط هذه، مفيش أخبار كثيرة صراحة مثيرة للاهتمام. هذه تقريبا أهم الأخبار اللي ذكرتها لكم، ولكن غالبا يعني بعد ما تهدى الدنيا وبعد ما تنفك السنة الجديدة بيكون في أخبار جديدة سواء للمسلسلات أو الأفلام أو للممثلين أو الكتاب أو أيا كان. يعطيكم العافية يا جماعة، لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، كلهم موجودين صندوق الوصف. وكل سنة وانتم طيبين، كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.